إذا مساء الخير مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، مشاهدي قناة شوف سبور، شوف مباشر، شوف لايف. معنا رضوان، رئيس جمعية العطاء الرياضية السلاوية لكرة القدم ذكور وإناث، جمعية اللي كتضم بطبيعة الحال 650 طفل منخرط في هذه الجمعية، عندهم مشكل مع رئيس العصبة الجهوية أو مع العصبة الجهوية لجهة الرباط بوانتيرا. كما كيقول رضوان، كما قلتي لنا بانك عندك مشكل مع العصبه الجهويه لجهه الرباط سلال القنيطرة، بخصوص انكم درتوا طلب بالمشاركه في البطولات سواء من كاس العرش او البطوله يعني ديال كره القدم ديال اللي كانت اللي خصكم تشاركوا فيها، وتم الرفض ديال الطلب ديال اذا اول شيء تكلم لنا، عرفنا براسك شكون انت، ثم عرفنا بالجمعيه وغادي ندوزو للموضوع. السلام عليكم، معكم رضوان، رئيس جمعيه الاعضاء الرياضيه السلاويه لكره القدم. الجمعيه تاسست في واحد سنه 2023 شهر 5 في ظل التتويج ديال المنتخب الوطني المغربي بمونديال قطر، في ظل التتويج اللي يعطي واحد الصلاه طيب على المغاربه كاملين الحمد لله. يعني كما كتشوف المنتخبات المغربيه كامله الحمد لله ابانت على واحد الروح رياضيه، وديما تحيه لسيدنا الله ينصرو الرياضي الاول صاحب الجلاله، الله يخلينا من المباراه ديالكم ونفع عمره. كما كتشوف حنا الان بالنسبه للتعريف بجمعيه العطاء الرياضيه السلاويه، هذه الجمعيه اللي تخلقات في مدينه سلا في حي رحمه من بعض الرياضيين اللي لعبوا الكره. بصفتهم انا كرئيس جمعيه العطاء الرياضيه السلاويه، وكاين معنا كمكتب 10 ديال الاخوان اللي لعبوا الكره ولعبنا شويه ديال الكره، تقريبا واحد 9 سنين ديال الكره او 10 سنين ديال الكره لعبنا من القسم الوطني الثاني الى اقسام الهوات كامله. خدينا على العاتق ديالنا تاسيس واحد الجمعيه رياضيه في حي اللي حي الشعبي اللي كيعرف كثافه سكنيه كحي رحمه بمدينه سهله. التجانا في ظل ذاك الجمعيات، شنو واحد الجمعيات اللي كتمارس واحد الضغوطات كثيره على الطبقه الهشه، الطبقه اللي الفقيره كما كنقولوا بين قوسين، الطبقه اللي ما عندهاش باش تخلص واحد 2000 درهم للسنه، الجمعيات الرياضيه اللي كتضغط على الاباء والامهات باش واحد الطفل يدخل لواحد التيران ديال القرب اللي في ملك المبادره التنميه البشريه واللي في ملك جماعه سلا، باش يدخل ذاك التيران يحط فيه رجليه خاصو يلتجا يخلص واحد 2000 درهم للسنه لجمعيه رياضيه باش يمارس كره القدم. يعني حنا جينا كجمعيه العطاء الرياضيه السلويه، خدينا على العاتق ديالنا بعض الاخوان الرياضيين اللي مارسوا الكره واللي عرفنا بحق الكره ولعبنا كره مزيان، واللي داك الشيء حنا اللي ما توفرش لنا في الفتره اللي لعبنا حنا الكره نوفروها لهاد الاطفال هادو. الجمعيه الحمد لله ابانت في واحد الخط تصاعدي من شهر 5 2023 لدابا، ضمات واحد 650 طفل. يعني 650 طفل ماشي بالساهل، ولكن قلتي بان السبب ديال ان هاد الاطفال يعني انخرطوا بشكل كبير وصلوا العدد ديالهم 650 هو نتائج اللي حققها المنتخب الوطني المغربي في قطر. كما شرت قبل السي طارق، يعني في ظل ذاك التوهج والتتويج اللي توجه المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر، الكل كيعرف بان دابا الرياضه غادي في واحد الخط تصاعدي وراء سيدنا الله ينصرو الرياضي الاول. وفي تحيه للسي فوزي رجع رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم، وتحيه لاعضاء ديال الجامعه كاملين. يعني الحمد لله جميع المنتخبات الوطنيه ماشي غير المنتخب الكبير، لا المنتخب ديال كره القدم النسويه وجميع المنتخبات الكبيره والصغيره ابانت على الروح الوطنيه. ومازال الحمد لله من هنا للمونديال ديال سنه 2030 لحين الله عز وجل غتشوف بان المنتخب الوطني المغربي في جميع الفئات العمريه غيقول الكلمه ديالو. نرجعوا للموضوع ديالنا. اذا هذا كان تعريف مقتضب بالجمعيه بالاهداف ديالها بالطريقه ديال التطور ديالها كما تكلمتي على الكره، كره القدم في مدينه سلا وتحديدا في حي الرحمه. اذا ندخلوا للموضوع، المشكل اللي عندكم كجمعيه العطاء الرياضيه السلاويه مع العصبه الجهويه لجهه الرباط سلا القنيطرة، ما هي طبيعه هذا المشكل وشنو باش كطالبوا؟ بصفتي رئيس جمعيه العطاء الرياضيه السلاويه، كما رجع الموضوع، الجمعيه ضمات واحد 650 طفل من طبقه شعبيه، من طبقه اللي تنقول لك فقيره جدا، اللي حي شعبي فقير بزاف، اللي المدخول ديال الدخل ديال رب الاسره ما يتعداش واحد 2000 درهم ولا 2500 درهم، واغلبيه ديال الاحياء الشعبيه في مدينه سلا وبالاخص حي رحمه تجار، يعني الناس ديال سوق القارب والناس مساكن اللي ما عندهمش. الحمد لله حنا كجمعيه العطاء الرياضيه السلاويه خدينا على العاتق ديالنا واجب الخيرات السنوي اللي خاص يعرفوه الاخوان كاملين
وكيعرفوا الاباء والامهات اللي من تحت اللواء ديال جمعيه الاعطاء ديال السلويه، يعني خدينا 100 درهم على العتيقه ديالنا، يعني باش تضم واحد الدري ب 100 درهم وكياخذ الكاتمه والشورت واللي با ديالو زائد 100 درهم السنويه، سنويه 100 درهم سنويه، وكنعطي واحد الزي رسمي ديال القميص ديال الجمعيه ديالنا. وزي ماشي زعما شي قميص اللي هو عادي اللي زي اللي كما شفت في التصاور قبل، يعني قميص اللي هو غالي بزاف وكيطمه والشورت سيبليماسيون. الناس اللي كيلعبوا الكره كيفهموا الكره شويه عارفين شنو هو سيبليماسيون، الكيطمه والشورت واللي هي سيبليماسيون. والحمد لله الجمعيه ضمت 650 طفل. حنا كاين شحال العدد ديال المنخرطين لا في الاطفال لا في الذكور الكبار والصغار لا في الاناث جميع الفئات؟ وصلنا تقريبا 150 بنت في كرة القدم النسوية، وتقريبا كاينة واحد 500 طفل يعني بجميع الفئات العمرية. حنا بدورنا كجمعية اللي هي رياضية، الأساس ديال المشروع ديال هذه الجمعية الرياضية جمعية العطاء الرياضية السنوية مبني على قانون تحت اللواء الجامعة المغربية لكرة القدم، يعني القانون الأساسي باش شكلنا هذه الجمعية هذه شكلناه بالقانون الأساسي اللي وضعه الجامعة المغربية لكرة القدم. والحمد لله غادي بواحد الخط تصاعدي في واحد خمس شهور أو ست شهور، وتقدمنا بواحد الطلب الرئيس العصبه الجهويه الجهه طريبه السنه القنيطره، حتى كنتفاجئوا بالاقصاء المر، اقصاء اللي انا بصفتي كرئيس جمعيه العطاء للاخوه اللي معايا في المكتب للاباء والامهات اللي معنا في الجمعيه، هذا اقصاء مر لنا نحن. ولكن علاش اعتبرتوا انتم اقصاء مع العلم ان العصبه الجهويه جهه طريبه السنه القنيطره تم قبول ديال مجموعه ديال الطلبات ديال الفرق الثوره القديمه اللي كنتكلموا عليها اللي هي الجمعيه السنويه الاساس، ولا فرق اللي هي جديده لجمعيات اللي هي جديده في كره القدم تم طلب يعني تم القبول ديال الطلب ديال، علاش بالضبط غادي يتم الرفض ديال الطلب ديالكم انتم؟ حنا لحد الان السؤال كنوجهه لرئيس العصبه الجهويه والجهه طريبه التصرف القنيطره، رسلناه مراسلات كتابيا ورسلناه شفويا بهذه اللغه هذه، انتم ما غاتشاركوش علاش؟ حنا بالذات ما عرفناش علاش، يعني واش تصفيه حسابات من شي طرف معين؟ فاش باش نتوما كتبوا تشاركوا في شنو البطولات اللي كتبوا تشاركوا فيها باش تم رفع الطلب ديالك؟ حنا كنتوفروا على جميع الفئات العمريه ذكور واناث، يعني بحقنا نشاركوا تحت لواء العصبه الجهويه الجهه طريبه السنه القنيطره اللي معترفه بها الجامعه المغربيه لكره القدم، في ظل التتويج كامل واللي توج المنتخب الوطني المغربي غنشاركوا بجميع الفئات، يعني الايديس الايكانز الايكاتورز حتى السنيور، يعني ذكور واناث. من تقدمنا بطلب للعصبه كنتفاجئوا بهذا الاقصاء المر، والغريب في الامر اللي خاص يعرفوا الاخوان كاملين والعارفين والاباء والامهات ديال جمعيه العطاء ديال السنويه هو كاليفي للوليدات، يعني حتى ديك الوريقه ديال جي 6 اللي باش كيلعب الدري الكره جناها، وكنعتذر للاباء والامهات من عبر قناه شوف تي في اللي خلصوا واحد 50 درهم على الشهاده الطبيه لكل دري، يعني باش تخلص واحد 600 طفل الشهاده الطبيه ذكور واناث، هذا راه واحد المبلغ اللي ضاعت فيه الجمعيه وضعوا فيه بالعكس الاباء والامهات اللي ديال الاطفال. نعم، اذا طبيعه المشكل واضحه، واش تلقيتوا شي رد كتابي؟ واش كان عندك شي لقاء مع رئيس ديال العصبه الجهويه رباط السله القنيطره؟ ولكن تكلم لنا يعني بموضوعيه، شنو كطالبوا وشنو باش توصلوا واش تضررتوا من هذا القرار؟ الموضوع ديال الاقصاء كان صعيب بزاف، انا كنرجع نحط النقطه على الحرف كما كنقولوا، السؤال موجه لرئيس العصبه الجهويه جهه طريبه السله القنيطره، علاش تم اقصاء جمعيه العطاء ديال السلويه ذكور واناث؟ وشاركوا ثلاثه الجمعيات، جوج جمعيات من مدينه السله وجمعيه من مدينه القنيطره. هو قال لك انا كاين سبب معين، انا شخصيا تواصلت مع رئيس العصبه عبر التليفون وجلست معاه، يعني تفقهوا انا وياه. ملي جلسنا معاه قال لك انا في ظل المشكل الكبير اللي عندكم في مدينه سلا هو الملاعب، انا ما غنزيدش فرقه في سلا حيت كاين اكتظاظ في الملاعب. انا عبد ربي الحمد لله تقدمنا بالطلب للسيد العمده مدينه سلا وجنا ترخيص ديال الملعب، يعني ترخيص ديال الملعب كتابي عند السيد العمده مدينه سلا كما كتشوفوا عندنا في الورقه، يعني طلب ترخيص مؤقت لاجراء مقابلات بملعب البلدي ذكور واناث. يعني كما كتلاحظوا هذا عندنا ترخيص ديال الملعب، يعني ما كتشوف رئيس العصبه تيقول لك الملاعب ما كاينينش، حنا جبنا ترخيص. ولكن الرفض واش كان هذا الرفض، هل كان قبل ما يعني تاخذوا هذا الترخيص ديال تاخذوا الملعب، ولكن من بعد؟ حنا من تقدمنا الطلب لرئيس العصبه الجهويه والجهه طلبات السلام القنيطره تقدمنا بالملف قانوني، يعني ملف قانوني الكل كيعرف
كاين ملف قانوني ديال الجمعيه، كاين وصل نهائي، كاين لائحه الاعضاء ديال الجمعيه، كاين محضر ديال الجمعيه ديال الاعضاء ديال الجمعيه، وكاين ترخيص ديال الملعب. يعني كان عندنا ترخيص ديال الملعب كان، وتقدمنا في طلب المشاركه في الوقت اللي كانت العصبه فاتحه الفتره ديال تقديم طلبات، حتى كنتفاجئوا بهذا الاقصاء المر. كما كتشوف طلب المشاركه في البطوله، نموذج التوقيع ديال النادي، وثلاثه ديال الاعضاء اللي غيبقاو ينشطوا يمارسوا النشاط مع العصبه بالاسامي ديالهم، معلومات النادي ديال جمعيه الاعضاء ديال السنويه، طلب المشاركه في مسابقه كاس العرش، وهذا الشيء كامل الورقات اللي كانوا عطاو مع العصبه جمعناهم كاملين بالفئات ديال مواليد 2006 اللي هي الاي 18 الاي 16 الاي 15 الاي 14 الاي 13 الاي 12 الاي 10 حتى الاي 8. يعني الفئات كامله احنا كجمعيه رياضيه كنتوفروا عليهم. انا كنوجه واحد السؤال لرئيس العصبه الجهويه للجهه، ولكن قبل ما نتوجه السؤال ديالك سمحتي لي، الا كان عندكم هاد الوراق وكما كتشهد الوراق دابا ابار هاد الورقه هي ديالكم ديال جمعيه العطاء الرياضيه السنويه، ولكن هاد الوراق ديال الجامعه الملكيه لكره القدم العصبه الجهويه الجهويه سقوط، يعني هما لو كان الاقصاء ما كانش يعطيكم، يعني ما كانش يكون التاشير ديال هاد الاوراق اللي عندكم نتوما جيستيفيكاسيون ديالو، فهمتي؟ هذا هو السؤال اللي بدا عندي انا، هذا هو السؤال اللي عندي رئيس العصبه. اذا انت عطاوكم اوراق، اذا كانت واحد المستطيع انكم تمكنوا باش انكم تشاركوا في هذه المسابقات. حاليا دابا السي طارق بالنسبه للريجيونال ديال البنات ديال كره القدم النسويه، البول دابا اللي عندهم في العصبه الجهويه الجهه تقريبا تصرف القنيطره عندهم 90 فرقه، ملي كتسمع 90 فرقه يعني ديما كاين الفرد، يعني محتاجين فرقه 10، حنا فرقه 10 تقدمنا الطلب كره القدم النسويه تما الرفض ديالنا. اذا انت مرق ديالكم غير في الكره النسويه ماشي في الذكور واناث، ذكور واناث رجال وعيالات كما كنقولوا ذكور واناث. هذا حنا الحمد لله البارح تقدمنا كمكتب ديال جمعيه العطاء ديال السنويه، تقدمنا بواحد الشكايه للسيد فوزي القجع رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم، تحيه لهم هذا المنبر، وحنا عبر قناه شوف تي في ما غنسكتوش على الحق ديالنا، وديما واحد المثل اللي كنقولوا حنا كمغاربه الحق كيتخان كيتعطاش. نعم قلتي بان الرئيس ديال العصبه الجهويه لجهه الرياضه ديال القنيطرة كان عنده تبرير قال لك ان ملاعب ملاعب بالتالي زاد يعني الفرق زاد ثلاثه ديال الفرق في سله، فرقه جوج ديال الفرق زادوا عبر مستوى مدينه سله وفرقه من مدينه القنيطرة، وحنا كفريق اللي مستعدين نصرفوا على الفئات ديال الذكور والاناث اللي طبقه هشه طبقه فقيره، انا بصفتي كرئيس والاخوان اللي معايا في المكتب مستعدين باش نصرفوا ماديا ومعنويا على هاد الفئات هادو، حيت هاد الاباء هادو وهاد الامهات اللي تقوا فينا عطاونا الاطفال هادو. دابا صعيب حنا كمكتب ديال رئيس جمعيه العطاء ديال السنويه ما عندناش فين نرجعوا، يعني صعيب باش نرجعوا. دابا حنا واحد الجمعيه اللي تخلقات واحد 7 شهور وجمعات واحد 650 طفل فين غترجع؟ وكتشوف سيدنا الله ينصر الرياضي الاول، يعني المغرب غادي في ازدهار بجميع الرياضات ماشي في كره القدم، ويجي واحد الاقصاء المر. راه هذه الجمعيه ديال العطاء هي السنويه اللي هي جمعيه الشعب، انا كما سميتها الاباء والامهات عندنا في مدينه سلا اللي هي الطبقه العشاء والطبقه الفقيره وجمعيه الشعب، راه حنا اللي خصنا يد المساعده. هذا رئيس العصبه هو العصبه الجهويه لجهه الرياضه كمؤسسه، يعني الا ما ضمتناش حنا كجمعيات ديال الاحياء الشعبيه شكون اللي غتضم؟ وكرة القدم بدات من الاحياء الشعبيه، جميع اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي اللي توجوا داو القلب بدو الزكي تحيه لهم من برا ابن مدينه سلا. نعم. حيت بريكت يعني كاين لعبه كبار اللي زادوا في مدينه سلا وفي المغرب كامل الاحياء الشعبيه. الزكي الحارس ديال الوداد البيضاء. مرحبا. نعم. اذا تكلمتي وقلتي بان ما كاينش لا جيستيفيكاسيون ما خديتوهاش، يعني كتابيا هل توصلتم كتابيا بالقرار ديال انكم ما تكونوش في جوج مراسلات كتابيا ما توصلناش بهم عند رئيس العصبه الجهويه لجهه الرياضه ديال القنيطره، مع العلم توصلنا من عنده شفويا يعني بالتليفون وفي ميساجات، وملي كتمشي عندهم تما المقر العصبه تيقول لك انت ما غاتشاركش، انت بالذات ما غاتشاركش. التجأت بنا كاع الاقدار انا والسيد رئيس العصبه، تواصلت انا وياه قال لي انا اللي فتحت لكم نتوما الافاق في مدينه سلا باش تشاركوا في سلا كجمعيه العطاء ديال السنويه، كاينه جمعيات اخرى اللي كانت معارضاني سابقا في مدينه سلا ما خصنيش تشاركوا نتوما او غيركم، الا فتحت لكم نتوما الباب. لا شوف هذا الكلام لا داعي ندخلوا لهذا الكلام، خلينا حنا غير كاين عندكم مشكل، مطالب ديالكم هو انكم كجمعيه ديال رياضيه بغيتو تشاركوا بغيتو تدخلوا نشطوا الوليدات، عندنا 650 طفل خصهم ينشطوا الفريق الاول ديال الذكور والاناث يدخلوا يشاركوا في كاس العرش ولي بلاطه والفئات الصغرى في لي بلاطه. نعم يعني هذا هو المطالبه ديالنا، هذا هو الموضوع ديالنا. واش دابا فات الوقت
في هذا الوقت بدا لكم تدخلوا لهذه المنافسات ولا مازال؟ بالنسبه لكره القدم النسويه راه بدات بجوج دورات دابا، بالنسبه لكره القدم ديال الذكور ما بداتش، ريجونال مازال ما بداتش. يعني مازال الوقت، مازال الوقت، يعني مازال العصمه فين دارت الموقف ديالها. فاش كطالبوا نتوما واش الا كان الحوار مع العصبه واش تقبلوا الحوار انكم تدخلوا هذا الحوار باش انكم تحلوا هذا المشكل؟ بزاف ديال الجمعيه الرياضيه ضروري، حنا كما بغيناش الحوار مع هذه العصبه الجهويه الجهه في غابه الصرا والقنيطره ما غنتقدموش بطلب رسمي باش نشطروا الوليدات، والغايه كما قلت لك ديال هذه الجمعيه العطاريه ديال السلويه كمشروع رياضي من الاول، يعني حتى القانون الاساسي والداخلي ديال الجمعيه ديالنا غادي في اطار اللي هو ديال الجامعه المغربيه لكره القدم، يعني غادي تحت مصادر الجامعه المغربيه لكره القدم. يعني غادي نمشي لشي جمعيه ثقافيه او جمعيه مثلا عندها شي مجال اخر كتنشط، حنا عندنا جمعيه رياضيه لكره القدم، يعني نعم. ذكور واناث. نعم، فهو مؤخرا لاحظنا التطور ديال كره القدم في انديه الرباط، لا لي فار فريق الجيش الملكي ولا يعني الفريق ديال الفيوز ديال الفتح الرباطي، كان واحد التطور واحد التحول سواء من الجيش اللي دات البطوله ولا الفتح الرباطي اللي ابان على انه فريق عن طريق المدرسه ديالو انه فريق قوي وشرس، وبان انه فريق اللي فيه خزان كبير ديال اللاعبين. لاحظنا حتى الان الفتح الرباطي اللي كيشارك في البطوله ديال الهواج كيخلق الفارق، عندهم لاعبين صغار ولكن لاعبين اللي كيقدروا ينافسوا ولا حتى شي بريمير ديفيزيون وتحش بالفرق. واش هذا الشيء كاين في مدينه تسلا؟ كاين هذه المواهب، كاين هذا التطور في كره القدم في مدينه تسلا، ولكن ولا كاين واحد عدم تكافؤ ما بين تسلا وما بين الرباط؟ بالعكس كما كتشوف يعني فضل التتويج اللي توج المنتخب الوطني المغربي في قطر في مونديال قطر، هادشي راه ماشي بالسهل، هادشي كاين خدمه، كاين عزيمه وكاين اصرار، كاين عزيمه وكاين اصرار، وكاين على راسهم السي الرياضي الاول كاين السيد الله ينصرو، الرياضي الاول صاحب الجلاله الملك محمد السادس، وكاين السي فوزي القجع اللي كيشرف على الجامعه المغربيه لكره القدم. كما كتشوفوا المغاربه كاملين هاد التوج المنتخب الوطني المغربي ماجاش بالسهل، كاين اكاديمي محمد السادس، كاين السونتر ديال سبورتيف ديال ليكيب ناسيونال، كاين السونتر سبورتيف ديال ليفار، كاين السونتر سبورتيف ديال الفتح الرباطي، كاين السونتر سبورتيف ديال بركان، ديال بركان في وجده في السعيديه، يعني كاين سبورتيف ديال الرجاء، كاين ديال الوداد، يعني الحمد لله كما كتشوف هادشي ماشي بالسهل، يعني كاين واحد العزيمه وكاين اصرار. واش الفضل كامل كيرجع للرياضي الاول صح سيدنا الله ينصرو والسي فوزي القجع، يعني كاين واحد القاعده اللي هي جايه ومازال جايه في طريق. الحمد لله دابا كاين واحد الاشراف ديال واحد افتتاح سنتر في مدينه تسالا غيكون ديال الجمعيه الرياضيه السنويه. كما قلت لك الكره كتبدا من الاحياء الشعبيه، يعني كره القدم من الاحياء الشعبيه، حنا كجمعيه رياضيه اللي يلاه قالت الكلمه ديالها ومازال شعرت تقول الكلمه ديالها، تقدمنا لطلب العصبه الجهويه لجهه الرباط من اجل المشاركه وتنشيط واحد الفئه اللي هي محرومه. كما قلت لك اول حاجه كانت محرومه من ذاك السانتيتيك باش تدخل ليه تريني فيه اللي هو ملعب القرب، وكانت محرومه من ذاك الملعب البلدي لجامعه سالي مدينه سالا البلديه ديال خير رحمه. يعني حنا جينا كرياضيين اللي لعبنا كره وتعلمنا شويه، بغينا داك الشيء اللي تعلمناه نوصلوا لذوك الوليدات. الا فضل قدرت تنقذ لي واحد 100 طفل ما ينحرفوش على الطريق المخدرات ولا ينحرفوا على الطريق ما يمدوش في الدراسه ديالهم، حنا الجمعيه ديالنا خاصة على العتق ديالها كيشهدوا بها الاباء والامهات ديالنا كاملين معنا في المجموعه، عندنا جوج ديال الاهداف الرياضه ثم الدراسه. نعم، وكاينه الدراسه هي الكره والرياضه، يعني عندنا جوج ديال الاهداف في تربيه ذوك الاطفال باش تجي انت تاثر واحد 650 طفل في الحي الشعبي راه ماشي بالسهل، يعني وبدون مقابل، يعني بدون مقابل كما كنقولوا. كاين مكتب اللي كيتكون من 15 شخص والحمد لله الناس الاطر ديال الجمعيه ديالنا كلشي متكافئ وكلشي متجند، الاباء كيعاونونا، الامهات، الاطفال تما كيحترمونا، والحمد لله كما شتي قبل راه ولات قبل التصور انا وياك راك شتي كيفاش التصور ديال الجمعيه اللي جمعيه منظمه. نعم، وخا جمعيه في حي شعبي يعني الحمد لله قالت الكلمه ديالها مع جمعيات اللي سنين واعوام 25 سنه 20 سنه ديال التسيير. وشنا التواصل ديالكم مع مجموعه من الشخصيات الرياضيه الكرويه؟ وتحديدا نتكلموا على ان الوليد الكراكي وعدكم انه يجي يزوركم. كاين وعد من الكوتش وليد المدرب المنتخب الوطني المغربي، كاين واحد التواصل معاه وكاين تواصل مع الجامعه المغربيه لكره القدم باش الوليدات ديال الاحياء الشعبيه يحضروا واحد الحصه ديال المنتخب الوطني المغربي مع اجل التشجيع وتحفيز الاطفال هادو يزيدوا يمارسوا في الرياضه ديالهم ويزيدوا يديوها في الدراسه ديالهم ويكونوا مزيانين. كما قلت لك قبل الهدف ديال الجمعيه هو ذاك الحي الشعبي تخرجوا من ذاك الجو اللي هو فيه. نعم، كلمه اخيره بخصوص المشاركه ديال المنتخب الوطني المغربي في لاكان اللي غتكون من هنا تقريبا اقل من 40 يوم، وكلمه في حق اللاعب الحكيم زياش.
الحمد لله. السؤال اللي تحسي دابا ديال ليكيب ناسيونال في لاكان، عبدو ربي ديجا كيسيبورتي المنتخب، حضرت مع المونديال ديال روسيا 3 ماتش، حضرت معاهم كاليفيكاسيون ديال 2017 في كوت ديفوار في ابيدجان، كنت معاهم تما تقريبا شي 10 ايام مع ليكيب ناسيونال في اوتيل ديال ابيدجان نيت. والحمد لله المنتخب الوطني المغربي ما يمشيش بواحد الصوره دابا اللي الاعلاميه غيكون غادي بان راه هو اللي متوج باللقب، ولكن ان شاء الله عندنا الثقه ديالنا في وليد الركراكي وفي الدراري غيقولوا الكلمه ديالهم، ومن الاحسن نمشيو ليه 5-5 كما كنقولوا. يعني من الاحسن ان من ما نقولوش الكاس ديالنا. نعم الا قلنا الكاس ديالنا راك عارف كاين الحساد، كاين بزاف ديال العوائق. نعم. وزياش كي كيجيك حكيم زياش، زياش كيبقى لاعب كبير، عطى المنتخب الوطني المغربي ومازال يعطي، وزياش من ذاك اللاعب اللي ملي كيكون شي حاجه كبيره شي كبرتي على الوياق. يعني الماتشات الكبار ما كتبغي كتلقاه. شنا ان كاع اللاعبين كانوا ملتحمين بالامهات ديالهم، حتى الصور ديالهم مع الام ديالهم. الحمد لله كما كتشوف الوالد الركراكي جمع المنتخب الوطني المغربي. انت كتكلم على زياش. انا جاي للنقطه هذه، المجهود كامل جا والفضل كيرجع للوالد الركراكي اللي خدا هذه النقطه هذه ايجابيه، وشحن اللاعبين باش يحضروا الاباء ديالهم والامهات ديالهم. انت كلاعب كتشوف الاب ديالك والام ديالك كاين في التريبيل كيتفرج فيك، او المدام ديالك او الوليدات ديالك، يعني كتعطي اكثر، اللي كتعطي واحد 70% كتعطي اكثر. النقطه الايجابيه اللي خدا السي وليد الركراكي، تحية لي من هذه المباراة هذه عبر قناة شوف تي في، يعني نقطة إيجابية كبيرة باش يجيب الآباء والأمهات اللاعبين، والحمد لله كما شتي، يعني الحمد لله مغاربة كما كنقولوا بلبلنا تبلبلات. كنتمنى نبلبلوها حتى في لاكان جاية إن شاء الله يكون الكأس من نصيبنا، لما لا، لأن عندنا كأس وحدة فقط. إلى هنا مشاهدينا الكرام ومشاهدينا قناة الشعب كنوصلوا للنهاية ديال هذا البث الحي مع رئيس جمعية العطاء الرياضية السلاوية. شكرا سي طلال. تلاقاو ان شاء الله. شكرا شكرا اخي، كنشكرك، شكرا بزاف. ماشي نحتي.